أهلا بكم إلى عدد جديد من صدى الأقلام، نذكر فيه ونسرد أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: سيناريوهات أمنية سبقت استقالة عبد المهدي، حاولت قمع التظاهرات بالرصاص. أما في الجزيرة نت نقرأ: يعتبر استقالة عبد المهدي أول الغيث، حداد بالعراق ومطالب باستقالة باقي الرئاسات. وفي البصائر: انتفاضة تشرين، العراقيون يتمسكون بإسقاط النظام. في كتابات: عن مؤامرة من العصائب والصدريين وسرايا الخراساني لاقتحام ساحة التحرير وتفريق المتظاهرين. أما في الزمان فنقرأ عن استمرار دعوات الإضراب ومسيرات طلابية تتوشح في السواد حدادا على الشهداء. في العرب اللندنية نقرأ عن استقالة عادل عبد المهدي التي تهدد النظام العراقي بمفعول الدومينو بحسب الصحيفة. والختام مع العربي الجديد، وفيها طي صفحة عبد المهدي: إيران تدخل على خط اختيار رئيس الوزراء العراقي. أهلا بكم. هناك من وصف ثورة تشرين بالانتفاضة الشعبية العظمى، وهناك من عدها ثورة عارمة، ثورة من الشعب على منظومة الفساد والمحاصصة والارتهان للأجنبي. عن ثورة تشرين وأهميتها كتب كاظم المقددي في صحيفة المدى: ما تزال معالم التضحيات الجسيمة للانتفاضة في الأسبوع الأول لها شاخصة للعيان، شهداء أبرار معروفة أسماؤهم ونشرت صورهم، عشرات المئات ممن أصيبوا ومنهم بإعاقات جسدية شديدة، معتقلون ومغيبون لحد اليوم، وجميع هؤلاء الأبرار هم ضمن قوائم شهداء الانتفاضة الذين تجاوز عددهم لحد اليوم 740 شهيدا، وضمن قوائم الجرحى الذين تجاوز عددهم 21,000، وبينهم أكثر من 3,000 مصاب بإعاقات جسدية مستديمة حسب إحصائيات حكومية، وهي عادة ليست دقيقة، وتعمد حكومة القتلة إلى تقليلها إلى الضعف تقريبا. وما يزال في أقبية الأجهزة القمعية عشرات المئات من المعتقلين والمغيبين شبابا وشابات. قبل أسبوع أعلن القضاء إطلاق سراح نحو 2800 معتقل، فكم الباقين؟ ولا يصح بعد الآن أيضا الاقتصار على تسمية ما يحدث في العراق تظاهرات. التظاهرات الشعبية المتواصلة والاعتصامات والإضرابات العامة وخوض المعارك السلمية الباسلة اليومية ضد الاستهدافات القمعية بالأسلحة المميتة كالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية السامة المميتة والدخانية والصوتية التي تستخدمها قوات مكافحة الشعب وقوات سوات والميليشيات المسلحة وعصابات القتل والتخريب، كل هذه هي من وسائل وأشكال الانتفاضة الشعبية ضد نظام الفساد والنهب وإفقار الشعب والاستبداد. كاظم المقدادي ختم مقاله في صحيفة المدى قائلاً: يعمل جميع الخيرين في العراق والطامحين لغد أفضل، أن تنضم وحدات الجيش والشرطة من المهنيين والوطنيين المخلصين للشعب والوطن إلى المنتفضين، أو على الأقل لحماية المنتفضين حقا وفعلا، ورفض أوامر القيادات العليا بقتل المحتجين للتعجيل بانتصار الثورة الشعبية وتحقيق مطالب غالبية الشعب بوطن واحد لجميع العراقيين. نشرت صحيفة الغارديان تقريراً لمراسلها بالشرق الأوسط مارتن شولوف، حذر فيه من إمكانية تفكك النظام في العراق في وقت باتت فيه القبائل بمواجهة الميليشيات التي تدعمها تدعو للثأر من قتلاها. وكان تصرف قوات الحكومة محاولة لإظهار القوة الغاشمة بعد حرق القنصلية الإيرانية في النجف يوم الأربعاء،
وهو أبرز تعبير عن المشاعر المعادية لإيران بين المتظاهرين، إلا أن القمع أثار المشاعر الساخطة في وسط وجنوب العراق بين المتظاهرين ضد الحكومة والطبقة السياسية التي تحاول الحفاظ على مكاسبها. والرهان اليوم هو عن النظام الذي أقامته الولايات المتحدة قبل 16 عاماً بعد الإطاحة بصدام حسين، والذي حرف ميزان السلطة وإن كان سيظل قائماً أم سيتداعى. القمع أثار المشاعر الساخطة في وسط وجنوب العراق بين المتظاهرين ضد الحكومة والطبقة السياسية التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والنتيجة هي الفساد والمحاباة اللذان انتشرا في كل مجالات الحياة العراقية. قام المسؤولون بسرقة ثروة النفط وتركوا بقية العراقيين دون فرص، ولهذا فالدافع الرئيسي وراء حركة الاحتجاج هو نهب موارد الدولة. ويقول توبي دوج، أستاذ الشؤون الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والباحث في شؤون العراق، إن نظام ما بعد 2003 الذي جسد الفساد في داخل الدولة العراقية وكذا الطائفية والقمع بدأ بالتحطم وانتشر العنف نتيجة لذلك. في تقريرها تختم الجارديان قائلة: لقد انهار البناء الأيديولوجي الذي يدعم النظام، وهو تقسيم المجتمع العراقي بناء على الخطوط الطائفية. الآن إلى افتتاحية صحيفة أوبزيرفر، ونشرتها فيها عن إيران التي توسع تأثيرها بالمنطقة ولكنه جلب العنف. وقالت فيها أي الصحيفة إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المحاصر قدم استقالته للبرلمان، مما يؤشر إلى أن التيار بدأ يرتد ضد التأثير الإيراني. ورأت في استقالة عبد المهدي ضرورية وخطوة يرحب بها لو وجد العراقيون راحة من الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح بلادهم، ولكن رحيله لا يعني نهاية الأزمة التي تمتد جذورها أبعد من فشل زعيم سياسي واحد، وشهدت الأيام الأخيرة سقوط أعداد جديدة وجرح الكثيرون مع زيادة الغضب من الحكومة المرتشية والعاجزة التي يقودها الشيعة، والتي ترافقت مع القمع وهي تحاول احتواء التظاهرات. وتعتقد الصحيفة أن قرار عبد المهدي لم يأتي رداً على مطالب الشارع، ولكن على خطبة متلفزة من المرجعية الشيعية آية الله السيستاني، وجاءت بعد تجاهل تحذيراته، وقال فيها إن على الحكومة التفكير في خياراتها، ولكن السيستاني كما تقول الصحيفة يمثل واحدا من مراكز السلطة في العراق التي تديرها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة إيران، وقد ترك هذا أثره على ما يجري في العراق. فالشكوى الرئيسية من المتظاهرين هي تأثير إيران على شؤون بلادهم، خاصة بعدما خرج الأمريكيون عام 2011 وتسرب التأثير الإيراني في كل زاوية في البلد، حكومية، عسكرية، دينية، اقتصادية، وفي شؤون السياسة الخارجية. في نهاية تقرير The Observer تقول الصحيفة: سمعت الصرخة ضد إيران في كل المنطقة، خاصة في لبنان التي استقال رئيس وزرائها الذي كان يعتمد على حلفائه من حزب الله، ولم تعد إيران نفسها محصنة من الاضطرابات بعد عقوبات قاسية، ويبدو أن الموجة تتغير ضدها. الآن إلى مقال منشور في صحيفة عربي 21، وجاء فيه: تكشفت الحركات الاحتجاجية المفاجئة التي اجتاحت إيران والأنظمة التي تقع تحت ظلال سيطرتها وهيمنتها من العراق إلى لبنان، كشفت عن مفارقة لافتة. ففي الوقت الذي كانت تحتفل فيه إيران وحلفاؤها بتحقيق نصر على الإرهاب وإحباط المؤامرة الدولية وإفشال الغزوات الخارجية والاحتفاء بتمدد نفوذها وهيمنتها بصورة غير مسبوقة، في ظل كل هذه الصور برزت حركات احتجاجية داخلية غير مسبوقة على سوء الأوضاع المعيشية وفساد النخبة والطبقة السياسية الحاكمة. مقال للكاتب حسن أبو هنية في صحيفة عربي 21.
إن ما يميز الحركات الاحتجاجية في ظلال الهيمنة الإيرانية هو اليأس من أنظمة ديكتاتورية فاسدة تمترست حول هوية طائفية لخدمة أغراضها ومصالحها وأهوائها، وأخذت تسعى إلى بناء هوية وطنية جامعة. ففي العراق فقد الشيعة العراق ثقتهم بحكومتهم لأنها فشلت في تلبية احتياجاتهم الأساسية. يضاف إلى هذه الخيبات الواقع الاقتصادي العائم بالفوضى والبطالة المنتشرة في كل مكان، وبضمنهم الشباب الشيعة، لكنه لن يحدث على الأرجح لعدة سنوات. وفي المقابل بنت إيران قوة من الوكلاء يفوق عددهم 60,000 رجل ميليشياوي داخل العراق، وهم يحدثون فراغا في القوى الأمنية العراقية ويتغذون من الميزانية الاتحادية بقدر بلغ 2,200,000,000 دولار في عام 2019. تكمن المفارقة في حركة الاحتجاجات التي اجتاحت الأنظمة في ظلال إيران في حجم التناقضات العميقة بين فهم النخب الحاكمة والجمهور لمسألة حرب الإرهاب ومنظورات الأمن القومي، إذ لا يمكن تبرير السياسات الداخلية الكارثية الفاشلة بإنجازات خارجية مهما بدت نبيلة وناجحة، ولا يمكن مقايضة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية برهاب الإرهاب. ففي الوقت الذي انتظرت النخب الحاكمة معانقة الجماهير بالانتصارات الخارجية استيقظت على مفارقة مذهلة، فالاحتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسوء المعيشة والفساد سرعان ما تحولت إلى صيغة سياسية تندد بالانتصارات الخارجية. وختم حسن بهونية ما قاله بقوله إن ما يميز الحركات الاحتجاجية في ظلال الهيمنة الإيرانية هو اليأس من أنظمة ديكتاتورية فاسدة تمترست حول هوية طائفية لخدمة أغراضها ومصالحها وأهوائها. الآن إلى الصحيفة الحرة، وجاء في سؤال يطرحه الكاتب إياد العنبر، يقول فيه: من هو الطرف الثالث في تظاهرات العراق؟ المزيد في سياق المادة الصوتية القادمة. الحديث عن وجود طرف غير رسمي أو من خارج منظومة الدولة هو ما يقتل المتظاهرين، يتوافق تماما مع طريقة تفكير الشخصيات والقوى السياسية في العراق. فجميع مشاكل العراق وبالوقت ذاته الحلول تأتي عن طريق الطرف الثالث منذ أيام المعارضة إلى يومنا هذا، إذ تعودت القوى السياسية والفرقاء السياسيين منذ أيام المعارضة بأن لا يجتمعوا ولا يناقشوا تنسيق مواقفهم إلا برعاية ووجود طرف خارجي. وأتذكر جيدا قبل أيام من صدور القرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في آذار مارس 2003 بدخول القوات الأمريكية إلى العراق. كان هناك اجتماع لقوى المعارضة العراقية في منتجع دوكان في كردستان العراق، وتم تأجيل مناقشة مواضيع الاجتماع لتأخر حضور ممثل الإدارة الأمريكية الذي كان في وقتها السفير زلماي خليل زادة. فالاجتماع تأخر لحين وصول الطرف الثالث الذي يرعى الاتفاق، واستمرت الحاجة إلى تدخلات الطرف الثالث. فالحكومة التي تشكلت بعد 2005 كانت برعايته، فالتوافق على شخصية رئيس الوزراء وتقاسم المناصب الوزارية غالباً ما كان يتم بتدخلات الطرف الثالث. في موقع الحرة يتابع إياد العنبر قائلاً: وعليه فالطرف الآخر الذي تتجاهله السلطة هو الجماهير التي رفعت أصواتها مطالبة بإسقاط نظام المحاصصة بين الإقطاعيين وبين الإقطاعيات السياسية التي أنتجت حكومة عادل عبد المهدي، الذي لم يستمع إلى مطالب المتظاهرين واختار البقاء بجانب القوى السياسية. في الشأن الفلسطيني وخاصة عن الاستيطان وتغوله، كتب عبد الناصر النجار في صحيفة الأيام الفلسطينية: الإدارة الأمريكية أيضا اتخذت خطوة جديدة لدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال الإعلان عن اتفاق تعاون علمي بين إسرائيل والولايات المتحدة قريبا، يشمل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية
وهضبة الجولان المحتل. هذا الاتفاق سيسمح بالتعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية ونظيراتها الإسرائيلية بما فيها تلك المقامة في المستوطنات بالضفة والجولان. هذا يعني أن جامعة أرييل المقامة على أراض فلسطينية مصادرة ومنهوبة من أهالي نابلس وقلقيلية وسلفيت سيتم الاعتراف بها أمريكيا رغم المعارضة العالمية بما فيها جامعات ومؤسسات أكاديمية أمريكية. الاتفاق العلمي الجديد الذي يشمل المستوطنات سيكون بديلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت في عام 1972 بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي وقعها في حينه رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين الذي كان يشغل سفير إسرائيل في واشنطن، علماً أن اتفاق العام 1972 ينص على عدم شمل الاتفاق أي مناطق جغرافية وقعت تحت إدارة الحكومة الإسرائيلية بعد عام 67 يعني بصراحة الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة. إذن هو مخطط متكامل يجري تنفيذه على مراحل من أجل خلق الأمر الواقع وليس الاعتراف بالأمر الواقع. جاء في مقال عبد الناصر النجار المنشور في صحيفة الأيام أيضا، جاء أن المخطط الذي تم وقفه بضغوط سياسية خاصة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والاتحاد الأوروبي وضع على الطاولة من جديد للبدء بتنفيذه في ظل الهدايا الأمريكية المجانية لسلطات الاحتلال. إلى هذا الخبر المنوع، حيث اكتشف علماء بريطانيون في دراسة جديدة نشرتها دورية رويال سوسيتي أوبن ساينس في 20 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، اكتشفوا أن سحلية قديمة امتلكت رأساً أكبر من رؤوس أي زواحف أو ديناصورات معروفة حتى يومنا هذا، وذلك بمقارنة حجم الرأس بالحجم الكلي للجسم. ويفسر عالم الحفريات من جامعة برامنغهام والباحث الأول لهذه الدراسة ريتشارد بيتلر السر، يفسر أن السر وراء ذلك فيما نقلته مجلة نيوزويك قائلا: لم نكن نعرف لماذا امتلكت هذه السحالي تلك الرؤوس الضخمة، لذلك افترضنا أنها امتلكت هذه الرؤوس الكبيرة والقوية لكونها أعلى هرم المفترسات في العصر الثلاثي، مما يمكنها من الإيقاع بفرائسها وبسهولة كبيرة. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، طاب نهاركم وإلى اللقاء.